أوروسكوب مع داليا. صباح الخير. بيقول داوود جونز: لا تقف مكتوف اليدين بانتظار أن تأتي إليك الانتصارات، بل عليك أن تقع بحب ما تقوم به. يعني يا أصدقائي، بيكفي أن نحب ونعشق أعمالنا لننجح فيها، وبيكفي أن نعطي بشغف لنوصل للأعلى وللأفضل. على أمل الكل يقدر يعرف هالشعور المرهف، ننتقل للأبراج، والبداية مع برج الحمل. بترغب بتحسين أوضاعك المالية وبتحضر الشروط المناسبة لطرحها على المعنيين اليوم قبل الغد. بونشانس. بتقرر تخفف عن نفسك وتبعد عن المشاكل والمشاغل وتهرب على كوكب خاص فيك وبالشريك، وخيرا تفعل. برج الثور. حان الوقت لتهتم بنفسك بعد الشيء أيها الثور، وتنسى الأعمال اللي بانتظارك، فغيابك عن المؤسسة بضعة أيام بعد لك النشاط والحيوية. أنت والشريك على وفاق تام هالأيام، يعني خمسة بعيون الحساد، وإن شاء الله التفاهم، الحب والصراحة رفيق دربكن على طول العمر. برج الجوزاء. بيتحدث الفلك عن فرص جديدة ممتازة وإشراءات وانفتاح على الصعيد المهني، عليك اختيار الأفضل والأنسب لوضعك. ما تحاول نسيان قلبك أو إعطائه إجازة، لأنه العقل وحده ما بيحمل لك للأجوبة الصحيحة وللحياة الرغيدة. جمع بين الاثنين للأحسن. برج السرطان. تتسلط الأضواء على طريقة تعاملك مع الضغوط والأحداث الطارئة، وبتتخطى التحديات بتعقل وجدية تامة. بيوعدك اليوم بانفراجات، حلول ووسائل جديدة بتزيل العقبات وبتخلي الأمور ترجع لمجاريها الطبيعية. برج الأسد. بتعيد بناء خطوات مسيرتك المهنية لتحقيق حلم معين، بينصحك الفلك بالتأني. بتعيد إغناء علاقتك بالحب والمشاعر القوية اللي بتغذي العلاقة وبتنعشها. برج العذراء. بحفزك النجاح وبيجعلك تنتظر تقدير مهم واهتمام من رؤسائك وزملائك. برافو. بيدخل على حياتك شخص من الماضي بعيد الفرح لحياتك إذا كنت عازب، أما إذا كنت مرتبط فعليك الانتباه من جرح مشاعر الحبيب. برج الميزان. تطلق العنان لطاقاتك على أنواعها، وما بتسمح لأي شيء أو أحد بقمع مواهبك، وبتقوم بإثبات حضورك. ببشرك الفلك بوقوف الحظ لجانبك لتسهيل جميع أنواع العلاقات العائلية والعاطفية. برج العقرب. تحمل لك الفترة القادمة متغيرات ومسؤوليات بتجعلك قلق بعد شيء، فترة مهمة بتحمل لك السفر للخارج. شاور مع الحبيب حول الأمور اللي بتخص حياتكم المشتركة لإبعاد المشاكل والعيش بسعادة ونعيم. برج القوس. تبعث بذبذبات إيجابية للكون اللي بدوره بيرسل لك النجاح والانتصارات اللي بتوجهها بفضل اجتهادك ومثابرتك. بيتذمر الحبيب من كثرة انشغالاتك وغيابك عنه، حاول الجمع بين الطرفين بطريقة معتدلة. برج الجدي. تحرز تقدم واضح على مختلف المستويات، وبتنجح باجتياز عتبة الامتحانات، وبتتقدم لحصد الغلال والثمار اللي بانتظارك. بيكون مزاجك متقلب وبتحتاج لوجود الشريك لجانبك، وهو بيكون حاضر وجاهز لمساندتك. برج الدلو. تضطر للحلول مكان بعض الغائبين والتغطية عنهم، ولتصحيح بعض الأخطاء وإيجاد الحلول إلها. بيحمل لك اليوم المفاجآت واللقاءات الحارة والمبادلات العاطفية، ما تخلي الوهج يخف ليسود مكانه الهدوء. برج الحوت. إلك فترة عم بتعيش التشويق داخل مكان عملك، المطلوب منك الانتباه من اللي حولك وعدم إعطاء ثقتك للأشخاص اللي ما بيستاهلوها. أما من الناحية العاطفية فالحبيب بانتظار لقائك على أحر من الجمر، فكون جاهز لقضاء أجمل الأوقات برفقته. على أمل تكون كل أيامكم خير وسعادة، بترككم بألف خير وبعطيكم موعد جديد يوميا من التنين للجمعة بنفس الوقت. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.